مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم أينما كنتم في أي مكان. تحياتي لكم جميعا. برنامج الحياة والواقع، صلاح السكري، فاطمة رمضان. النهاردة طبعا في البداية، النهاردة يعني مش أنا، ما فيش معنا ضيوف، النهاردة هنتكلم على موضوع خاص. النهاردة لقاء خاص أكون معنا في صحبة الزميلة الإعلامية الجميلة الأستاذة فاطمة رمضان. النهاردة زي ما قلت لحضراتكم يختلف عن اللقاءات السابقة. في اللقاءات السابقة طرحنا أكتر من موضوع، وطرحنا أكتر من مشكلة، طرحنا أكتر من قضية، وبفضل الله تعالى بنتوجه قبل بداية هذا اللقاء بكل الشكر والتقدير لكل السادة المسؤولين اللي تواصلوا وقاموا بحل تلك المواضيع. آخر حاجة كان موضوع أسيوط، وكان اللي هو الجامعة العملية والجامعة التكنولوجية، وكان أيضا موضوع الغربية، موضوع مصنع التدوير. يعني برضو كل الشكر والتقدير. احنا هدفنا هو توصيل الصوت لوضع حل. يعني هدفنا بنوصل الصوت، بنوصل الرسالة كما هي. ليس لدينا أي مصلحة مع أحد، ولا لينا عداء مع حد. احنا هدفنا بنوصل الصوت أو بنوصل الموضوع بالمستندات وبالأدلة والإثبات. كل ضيف بيكون موجود معانا أو كل صاحب موضوع هو يسأل عنه، ودائما بنقول حق الرد بكون للجميع. النهاردة الموضوع موضوع يختلف في اختلاف كلي وجزئي. النهاردة عايزينها تبقى خضراء، النهاردة عايزينها أيضا تبقى خضراء للمرة الثانية مع الزميلة الجميلة الأستاذة فاطمة رمضان. أهلا وسهلا بحضرتك الإعلامية. أهلا بيكي، وبصراحة أنت اخترت مسمى جميل جدا، عايزينها تبقى خضراء بإذن الله تعالى. وفعلا احنا نفسنا نشوف، احنا سبيل المثال هي الدولة كلها أولا بتهتم بالزراعة، بمصر يا ولاد أم الدنيا. طبعا فطبعا لازم تكون خضراء. ومن أول الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتاني حاجة السيد القصير وزير الزراعة، وبرضو معنا محافظ الفيوم، كلهم بصراحة مهتمين بالزراعة جدا. نعم. وأنا مش كمن أسرة الزراعة، لا، أنا بتكلم بصفة عامة لكل بيت أو كل مكان. إحنا فعلا نفسنا تبقى خضراء، بدل ما بنبص ان احنا نجيب خضار غالي. طب ما اي واحد عنده مساحه في بلكونه عنده، زي اللي هي زراعه الاسطح. طب ما نزرع الاسطح بتاعتنا، نزرع البلكونات، نزرع كل اللي متطلبات البيت اللي احنا عايزينها، بدل ما نجيبها غاليه ما احنا نزرعها. وبرضه بناشد والصحراء برضه، يعني احنا عايزين برضه. ما احنا لسه كنت هتكلم، انا بناشد يمكن المسؤولين، يعني انا ازرع النهارده على سطح البيت واسيب الصحراء؟ لا، ما انا برضه كنت برضه هقول على موضوع الصحراء، الظهير الصحراوي. احنا عندنا كمان في الفيوم ظهير صحراوي كبير جدا. يعني انا بناشد المسؤولين، وبتمنى ان كل المسؤولين يعملوا خطة للظهير الصحراوي كل اللي في محافظة الفيوم، ويدوا لكل شاب 5 أفدنة ويزرعوها في نبتة اللي هي الجوجوبا، ويعملوا لهم بئر. انت عارف لو اتعمل بئر يروي حوالي 40 فدان، فاكيد او 40 ألف، يعني في متخصصين في الموضوع ده. فياريت ان يبقى في متخصصين، واحنا عندنا ظهير صحراوي كتير في محافظة الفيوم. لما يدي لكل شاب 5 أفدنة ان هو يزرع ابسط حاجة جوجوبا. الجوجوبا دي شجرة، دي حمولة بيطلع منها زيت الديزل، وبيطلع منها للتجميل، وبيطلع منها طب، وبيطلع منها حاجات كتيرة قوي. نعم. دي مسمينها حمولة، يعني ممكن ما تتسيش خالص، ممكن على الأمطار بتطلع. هي بتطرح بعد 3 سنين. هي بتبقى زي شجر الزيتون بس قصير كده. نعم. هي بتزرع عبارة عن شتلة، وشتلتها رخيصة جدا مش غالية. في الأرض الملحة بتعيش، في كل الأراضي بتعيش، عشان كده هم مسمينها الحمولة. فعشان لو كل شاب زرع حتى وجرب التجربة بالجوجوبا، كل الظهر الصحراوي كله إن هو هيتزرع بيها. أنا نفسي يتكاتف الزراعة والري وكل المسؤولين يهتموا بالظهر الصحراوي بتاع الفيوم. أنا نفسي أمشي كده أشوف كل الفيوم مزروعة، زي ما سافرت لبنان ولقيت الجبال كلها خضرة والدنيا خضرة. يعني احنا كده بنحلم، ولا هي بالفعل هتبقى خضرة؟ إن شاء الله. طيب
النهارده ايدينا لازم تكون في ايدينا، الدوله مش هتعمل كل حاجه. نعم. فلازم كل اللي عنده فكره، كل اللي عنده حاجه نعملها. ما احنا برضو حضرتك لازم نتيح الفرصه. طبعا. فتحت الفرص برضو يعني دي لحد ذاتها ده عامل اساسي يعني. ما زي ما احنا بنبقى كتف في كتف في كل الازمات، نفسنا نبقى كتف في كتف في ان بلاش ان انا اقول لك جمهوريه مصر العربيه تبقى خضراء، احنا نبص لمحافظتنا اللي هي الفيوم نتمنى تكون كلها خضراء. لو كل واحد فكر في احنا بنتكلم على الجمهوريه كلها، لان طبعا حضرتك احنا لو عملنا النموذج ده في الفيوم الكل هيعمله. نعم. يعني كبدايه يعني قصدي حضرتك مثلا كبدايه من عاصمه مصر الصغرى محافظه زي محافظه الفيوم تبدا مثلا بحوار زي ده. بس حضرتك في بعض المحافظات بالطبع عاملين الموضوع ده زي بني سويف واسيوط. الفيوم عندنا بتشتهر بالنباتات الطبيه والعطريه. نعم. عندنا بخصوص بقى حضرتك الموضوع اللي هو النباتات الطبيه والعطريه، طبعا احنا عايزين نتكلم بشكل عام عن التصدير والاستيراد والاستثمار بشكل عام في النباتات الطبيه. ايه موضوع النباتات الطبيه؟ وحضرتك يعني اتكلمت ان في طبعا معانا تقرير النهارده للنباتات الطبيه لاحدى النماذج الناجحه في هذا المجال. ده مش على مستوى محافظه الفيوم فقط، لا ده على مستوى الجمهوريه. طبعا ده في معانا فيديو هنشوفه في بعد الفاصل، ولكن لما نشوف الاول لحضرتك تحدثينا عن النباتات الطبيه بشكل عام. هو فعلا في معانا نموذج مشرف للنباتات الطبيه والعطريه شاب. نعم. انا حبيت انا كفاطمه ان انا اي نموذج مشرف في محافظه الفيوم، لان انا بحب الدوله قوي وبحب محافظتي قوي، فاي نموذج مشرف واجب علينا احنا كلنا ان احنا نزيله للناس. ففعلا انا سمعت عن شاب ده بدا في موضوع النباتات الطبيه والعطريه، دلوقتي بيصدر في كل دول العالم من نبات الطبيه، والتقرير طبعا هيوضح كل. نعم. كلامنا ده للشاب انا رحت طبعا كل الكلام اللي بنتكلم عنه او نتحدث عنه النهارده في لقاء اليوم، احنا بنتكلم على ارض الواقع على ارض الحدث، بنسلط الضوء على الايجابيات كما ايضا نسلط الضوء على السلبيات. يعني طبعًا احنا بنعرض هذا وذاك، بنعرض ما لنا وما علينا. طبعا. تمام. فاحنا ان شاء الله هيبقى اكيد في حلقات قادمه، هيبقى في وكيل وزاره الزراعه، في مسؤولين من الزراعه، وفي هيحدثونا باستفاضه علميه، هيبقى في من البحوث. نعم. ومن الزراعه عن. نعم. الزراعه في محافظه الفيوم كلها، وفي اماكن ايه اللي ينفع فيها زراعه. طبعا هم متخصصين في موضوع الزراعه، فهو ان شاء الله حاسه في الايام القادمه ان هيبقى في مبادره في الفيوم. الخير قادم باذن الله. الخير قادم ان شاء الله بقيادتها. نعم. ان شاء الله كلهم، وفعلا احنا كلنا يد واحده وبنحب بلدنا جدا، والمسؤولين مستجيبين ان شاء الله معانا، فان شاء الله هيبقى في طاقه شمسيه. طيب استاذه فاطمه، عشان برضو ايه نقدر احنا بنتكلم على الواقع. احنا طبعا احنا لو التقرير جاهز هيتعرض قدام الساده المشاهدين، علشان خاطر يبقى احنا بنتكلم على ارض الواقع، ما بنتكلمش مثلا كلام او بعد الساده المشاهدين يقول لك يعني كده احنا عايزين حاجه ملموس على ارض الواقع. لا، هو فعلا النموذج ده حب يعمل الفكره دي عنده في مركزه اللي هو مركز اطسا قريه رحمي بالتحديد. طب هنستاذنك هنشوف التقرير. لو جاهز التقرير. طيب هنعرض التقرير امام الساده المشاهدين. تمام. أول مرة أجي وأتمنى الدعم.
واهتمام الدولة الكبير بالنباتات الطبية والعطرية، ده اللي شجعنا، واهتمام وزير الزراعة السيد القصير بالنباتات الطبية والعطرية ومحافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري وكل الجهات الأمنية والمعنية بالنباتات الطبية والعطرية، ده اللي شجعنا إن احنا نبرز أهم الشخصيات في النباتات الطبية والعطرية. معنا اليوم شاب هيعرفنا بنفسه ويحدثنا عن بدايته في النباتات الطبية والعطرية وإيه اللي عمله، هيحدثنا نبذة. لو عرفنا بنفسك. أهلا وسهلا بك وسهلا مشاهدينا، وأهلا وسهلا بالحياة الواقع. أيوة. أهلا بكم، أهلا بكم صلاة السكري، وأهلا بك دكتورة فاطمة، أنت شرفتنا النهاردة بالزيارة. لا لا ميرسي ميرسي على ذوقك. عرفنا بنفسك. شعبان الشرقاوي رئيس مجلس إدارة شركة طيبة. أهلا وسهلا بحضرتك. حدثنا بقى حضرتك كانت البداية بتاعتك ايه، او الفكرة ايه ان انت توصل بالنباتات الطبية والعطرية للتصدير، والمرحلة اللي احنا شفناها من حضرتك. احنا بدأنا النشاط ان شاء الله يعني تقريبا كده كان في 2006، كنا شغالين توريدات داخل مصر، توريدات داخلية في مجال الاعشاب والنباتات الطبية والعطرية، شغالين مع مصانع الأدوية في مصر. اشتغلنا مع شركات اللي هي بتنتج دواء من الاعشاب، وردنا يعني اصناف كتير جدا من الاعشاب والنباتات العطريه، وبعدين احنا بدانا نطور من الشركه، بدانا طيبه باستيراد التصدير حصلات زراعيه واعشاب ونباتات طبيه. تحديث النشاط بدايته في 2013، محطه لتعبئه فرز وتدريب وتشميل حصلات الزراعيه خضروات وفواكه واعشاب ونباتات عطريه. بعدين احنا بدانا في تنفيذ فكره مشروع مصنع برضه فيه فرز وتكفيف، في تعبئه وتغليف، عمليه التدريج. قوه العماله عند حضرتك اللي شغالين في الشركه والمصنع؟ هي الشركه حاليا ليها 4 فروع. تمام. في احنا النشاط المحطه في منشيه رحمي تبع مركز اتصال. تمام. الاداره هنا في الفيوم. في منشيه رحمي في تقريبا يعني في عماله مؤقته وفي عماله موسميه وفي عماله منتظمه وعماله غير منتظمه، وفي موظفين إداريين طبعا، وفي بقى العمالة نفسها، فهي يعني احنا بنتميز بوجودنا في يعني في منطقة فيها محاصيل اللي احنا بنشتغل فيها، يعني القرى القرية والقرى المجاورة فيها يعني عمالة، فيها منتجات من المنتجات احنا بنشتغل فيها، بيجي لنا برضه من جميع أنحاء محافظات مصر. يعني كم أسرة كده حوالي مفتوحة حضرتك اللي انت بيشتغل عند حضرتك، يعني الاسر اللي هي مستفاده ان هي بتشتغل عند حضرتك؟ يعني دايما هتلاقي عماله موجوده في المحطه، في عمليه التعبئه، عمليه التغليف، عمليه الفرز، عمليه في حدود كم عامل؟ من يعني من 150 عامل لغايه 400 عامل. تمام. في عماله منتظمه وعماله غير منتظمه، وعماله مؤقته وعماله دايما. تمام. في تامينات طبعا على العماله، وفي عماله بتشتغل ليها الغير منتظمه، دي يعني موجوده معانا بالفعل مواسم، يعني ممكن تكون منتظمه في مواسم مستمره. تمام. دي في اقصى انا سمعت كمان عندكم الملوخيه العملاقه، فعلا لا هي شهره عالميه جامده، هي فعلا موجوده الملوخيه دي؟ الملوخيه موجوده عندنا، ويعني كرة محيطه بينا كتير بتزرعها يعني. انا بمناسبه الملوخيه انا بناشد فعلا المسؤولين، هي مركز اقصى بيشتهر بالملوخيه العملاقه، فبتمنى هم بيستفادوا من الاوراق، في الصاج بتاعها بيترمي او بيعمل ازمه ان هو بيحرقوه او كده، فيا ريت لو في شركه او اي حد يتبنى فكره ان الصاج ده يتعاد صياغته ان هو شديد جدا، لا مش اعلاف، لو يتعمل حبال يتعمل، لان انا مسكته مره لقيته سميك جدا، ممكن يتعمل منه حبال، ممكن يتعمل منه الشنط، ممكن يتصنع منه حاجات كتيره قوي يعني. ما عندناش عموما حاجه في فبنتمنى ان يعني ان الموضوع ده يكبر وشركه تتبنى موضوع السكان. انتوا بتصدروا الاوراق بس يا ريت حد يتبنى السكان، راي حضرتك ايه؟ هو راي يعني دي فكره ممتازه، ولكن هي بالفعل موجوده، يعني موجوده في، بس في ناس ثانيه بتاخد. احنا بالنسبه لنا احنا المرحله عموما بتتم عن خامات بتجي لنا المحطه، بيتم عملية فرزها، عملية عزل يعني المنتج اللي هيتم تصديره وتجهيزه من اللي هي البواقي بتاع المنتج نفسه. تمام. فليها ناس متخصصة فيها، الناس دي بتيجي تاخدها وهي بتصنعها زي ما عايزة، لكن في ناس بتاخدها كأعلاف، في ناس بتاخدها تأمينها يعني صناعات تانية أخرى، بس موجودة بالفعل يعني. تمام. عند حضرتك في الشركة إيه أبرز النباتات اللي أنت بتصدرها بره؟ يعني أنت صدرت دول العالم بره؟ إحنا شغالين دول عربية ودول أوروبية وأفريقيا،
القدس الاتحاديه شغالين في يعني معظم دول العالم، اي دوله في بينها بروتوكول تعاون مشترك وبتاخد منها شغل من مصر، ومصر متميزه اصلا بالمحاصيل الطبيه والقطريه في التصنيف ما شاء الله يعني عالميا من المراتب الاولى مصر في النباتات دي وفي المنتجات دي. احنا بنصدر لمعظم دول العالم يعني على حسب العرض والطلب، سوق العرض والطلب موجود بالفعل، احنا شغالين مع معظم دول العرض والقطريه يعني حاليا في تجهيز شغل دول العرض. يعني انا زي ما حضرتك لسه شاب في بدايه حياتك واعتبر صغير سنا وتوصل للعالميه ان انت تصدر، يعني انا بحيي حضرتك واكيد فعلا تستحق ان انا اجي هنا لحضرتك واسجل معاك. انا اصلا فعلا مش بروح ولا بسجل مع اي حد لما يكون حد نبته حد. كان لنا اللقاء برضو مع دكتور ربيع مصطفى. ايوه ده استاذ النباتات الطبيه والعطريه فعلا وكيل وزاره الزراعه الاسبق يعني. فحضرتك تحب ايه تقول لمصدرين او مزارعين النباتات الطبيه والعطريه، او تقول ايه للمسؤولين؟ عايزين منك كلمه. هو بدايه احنا يعني الناس الموجودين في مصر يعني مجتهدين على حسب يعني التسهيلات المتاحه لهم، يعني احنا كشركات مصدره احنا يعني موضوع كبير بالنسبه لنا هو اتجاهات الدوله وتوجيه السيد رئيس الجمهوريه والدكتور رئيس الوزراء والناس اللي هي بتحاول تشجع وتساعد معانا وتدافع على الامان في تسهيلات كتير جدا وانا شغاله. احنا عايزين نبقى على ارض الواقع جوه المحافظات، وزاره الزراعه عموما يعني تحسين المنتجات والمتابعه المستمره وتسهيل الخدمات، وفي حاجات ثانيه احنا شغالين مع الوزاره طبعا في الحاجه الزراعيه ومعمل البحوث يعني الحمد لله هم شغالين معانا، بس لو في تساؤلات اكثر من كده يبقى كويس جدا. احنا عايزين مصر تخططي اكثر واكثر لان مصر فعلا يعني مستقبل باهر بالنسبه لها الحاصلات الزراعيه عموما وبتتميز بيها وبوفرتها وخسارتها، وعايزين نعمل تنسيق كويس جدا ما بين الصادر والمستهلك محلي. ده اتكلمنا فيه كتير واتكلمنا فيه مع الدكتور ربيع قبل كده، يعني احنا عايزين نوازي او نوازن ما بين العرض والطلب، يعني عايزين اهتمام شويه من وزاره الزراعه بالمحاصيل دي تنسيق زراعتها اصلا عشان اوفي احتياجات المستهلك جوه مصر والكميات المصدره عشان اقدر اظبط الاسعار، عشان يعني يبقى في حتى الفلاح مستفيد، المزارع مستفيد، التاجر مستفيد، يعني ما يبقاش في مثلا ارتفاع في محصول فروق رهيبه، يعني ممكن تلاقي على الموسم على المواسم يعني عشان ما فيش تنسيق في الزراعه او ما فيش ظبط في الحته دي تحديدا، فتلاقي مثلا احيانا المحصول سعره بينزل جدا وعرضه كتير جدا، طلب عليه بقى طلب مش قليل ولا حاجه، ولكن هو الطلب ونفترض لو هنتكلم بارقام هنقول مثلا انا بحتاج مليون طن بطاطس 500 منهم تصدير و500 منهم انتاج محلي، فانا المفروض يكون عندي تنسيق في الزراعه بحيث ان انا اقدر اوزع على مستوى الجمعيات اللي موجوده الجمعيات الزراعيه او القرى والاماكن اللي هي ينفع تزرع بطاطس ان انا اوزع كميه مثلا بحيث يكون عندي مليون و200 طن يعني فائض بسيط، لكن احنا بنقلق تقليد سلبي، فالفلاح بيزرع بطاطس بيبقى يزرع بطاطس، الفلاح يزرع طماطم بيبقى يزرع طماطم. دور الزراعه هنا هو التنسيق في الحته دي عشان ما يعملش زياده في العرض فيقلل سعر المنتج والناس تخسر، او عشان حتى نحافظ على شكل المنتج بره، هي الحته دي بس احنا محتاجين نتكلم فيها. التسهيلات الثانيه اللي احنا لو هنتكلم في تسهيلات في الاجراءات في مده شهاده الفحص بالنسبه لنا كشركات مصدره، يعني احنا عندنا مثلا مدد معينه يعني 5 ايام او 6 ايام او 7 ايام دي مده شهاده الفحص، معمل البحوث 14 يوم مده صلاحيه سريان الشهاده. احنا بيقابلنا مشكله فيها احنا لسه فيها حاليا. المشكله دي مثلا ان انا ممكن اكون مش لاقي مركب او مش لاقي معاد حجز، لازم اكون فحص البضاعه وكمان المشمول وعندي شهادات التصدير. يعني النهارده انا جهزت الطلبيه بتاعتي المفروض ان انا معايا 6 ايام اكون مصدره. يعني شايف ان شاء الله يبقى الحلقه القادمه يبقى معانا وكيل وزاره الزراعه وكل الاسئله اللي حضرتك بتطرحها كده يجاوب عليها. انا فعلا انا بسجل او بدخل في مجال الزراعه لان كل شيء مبني على الزراعه. الحياة كلها مبنية على الزراعة، مش أن أنا من أسرة الزراعة بجمل الزراعة، لا، الثروة السمكية زراعة، الثروة الداجنة زراعة، كل حاجة مبنية على الزراعة، فعلاً الدولة مهتمية جداً بالزراعة، وفعلاً وزير الزراعة السيد القصير بالزراعات التعاقدية ما كانتش هي بتحمي المزارع، ففعلاً ما كانتش مفعلة، فعلاً فعلها. ودلوقتي في على دوار الشمس وعلى فول الصويا وعلى كذا نوع زراعات تعاقديه والزراعات التعاقديه دي احماء لكل المزارعين. وانا فعلا بشكر من رئيس الجمهوريه لكل وزاره الزراعه لرئيس لوزير الزراعه للكل ان هم فعلوا الزراعات التعاقديه، وعلى راسهم اللي ماسكه الملف الدكتوره هدى، هو فعلا الزراعات التعاقديه شجعت المزارعين، كان كله بيخاف من التسويق، فهي فعلا شجعت يعني دوار الشمس ده كان كله بيخاف منه، من ساعه ما دخل الزراعه التعاقديه كله بيزرع دلوقتي دوار شمس، زراعات كتيره مطلوبه في النباتات الطبيه والعطريه الزراعات التعاقديه شجعتهم. ف
فان شاء الله اللي جاي احسن، وان شاء الله هتكون النباتات الطبيه والعطريه بمحافظه الفيوم ان شاء الله هتكون الاولى على مستوى على مستوى العالم مش مستوى الجمهوريه كلها في النباتات الطبيه والعطريه. وفعلا ان محافظ الفيوم فعلا بيعمل سوق مجهز في قريه السنجة للنباتات الطبيه والعطريه، عشان اقول لحضرتك ان هنا الفيوم كلهم مهتمين بالنباتات الطبيه والعطريه. فاحنا هنعود مره ثانيه هنروح نزور المصنع بتاعه وهنشوف فعلا بيشغل فيه عماله مراه ورجل او لا، هنشوف على الطبيعه ونوري حضراتكم على الطبيعه المصنع. اعزائي المشاهدين، الان من مركز اطفاء بقرية رحمي خصوصا، وداخلين على شركة طيبة للنباتات الطبية والعطرية. معنا صاحب الشركة هيستقبلنا ويعرفنا بنفسه. اهلا وسهلا بحضرتك. احنا جايين لحضرتك لان هم قالوا، بس احنا شفنا ان احنا جينا لحضرتك متاخرين شويه والعمال وكله ماشي، فمعلش. هو فعلا انا شايف ان احنا جايين متاخرين شويه، بس احنا سمعنا ان شركه طيبه فيها فعلا مراه وفيها رجل وفيها شباب وفيها عماله كتيره، لما اهل كل قريه رحمي وبجوارها كله شغال عند حضرتك. فعلا الكلام ده ان شاء الله في مصنع شغالين فيه ان شاء الله قريب نلم عماله اكتر ونوسع التخصص ان شاء الله. يعني شركه طيبه فاتحه بيوت حوالي 200 بيت هنا في رحمي، فاحنا ناخدكم وندخل برغم الناس مشيوا من جوه، بس احنا ندخل ناخد كم لقطه من جوه مع الاستاذ شعبان وبعدين نرجع. اعزائي المشاهدين، نعود مره ثانيه من داخل شركه طيبه ومعنا عامله من شركه طيبه هتعرفنا بنفسها. انا النهارده. اهلا وسهلا بك يا مهاجر. انت منين يا مهاجر؟ انا من منشيه رحمي. اهلا وسهلا بحضرتك. هو حضرتك في غيرك سيدات بيشتغلوا في المصنع هنا؟ كتير حريم كتير وبنات كتير. كان في عدد كام كده؟ يعني بنكمل 150 200. حضرتك انت بتشتغلي علشان تساعدك زوجك ولا؟ ايوه طبعا، انا عندي 5 اولاد، جوزي موظف بسيط يعني، فبشتغل عشان احسن دخل جوزي ونقدر نعيش. يعني كل السيدات اللي بتشتغل هنا في شركه طيبه؟ أيوة. كلهم بيساعدوا جوزي؟ ايوه طبعا. معاكم ارامل ومعاكم؟ معانا ارامل ومعانا ناس مطلقه ومعانا ناس برضو بتساعد جوازها ومعانا بنات كتير بتجهز نفسها. تمام. يعني هنا في شركه طيبه معنا ام هاجر. طب قولي لنا بقى، انت بتيجي هنا الساعه كام وبتعملي ايه؟ انا باجي هنا مثلا من الساعه 8 ونص، بنيجي نبدا عمل، ناخد وقت الظهر، بناخد وقت بريك نتغدى ونكسر العيال شويه وبعدين نقوم نكمل. انا جايه هنا انا واولادي الاثنين. يعني انت بتشتغلي هنا؟ تمام. اعزائي المشاهدين، ام هاجر هنا من قريه رحمي، عامله من ضمن العاملات في شركه طيبه، بتقول انا معايا حوالي 150 امراه مثلها فاتحين بيوت، منهم ارامل منهم بنات، ان هي بتيجي تجهز نفسها والارامل بتصرف على بيتها. يعني هنا شركه طيبه فاتحه 150 بيت امراه، غير الرجاله غير الشباب. احنا جايين طبعا، كان نهايه اليوم احنا وقفنا معاها وهي ماشيه وهي خارجه وهي بلبس لا مش بلبس الشغل، احنا لحقناها وهي خارجه من الشركه بلبسها وماشيه، ان احنا عشان نسالها فعلا على شركه طيبه هل فعلا معاها سيدات او لا، وان شاء الله هنيجي في يوم تكون لكل السيدات موجوده وشغالين، بس احنا عشان ظروف شغلنا جينا متاخرين، كان كل العاملات مشوا فلحقنا ام هاجر وهي لسه طالعه. عايزاكي تقولي ايه كلمه لصاحب شركه طيبه اللي هو فتح لكم الشركه دي، هل فعلا فتحت بيوت؟ ناس كتير جدا، الاستاذ شعبان والاستاذ محمد فاتحين بيوت ناس كتيره، وبصراحه ما بيأثرش مع اي حد فينا والله في اي حاجه. ماشي. الحمد لله بفضلهم ان بنات كتيره اتجوزت وان احنا الحمد لله عايشين عيشه كويسه بفضل ربنا ثم فضلهم. تمام. انا بشكر معاكي الاستاذ محمد صاحب شركه طيبه ان هو فاتح الشركه للمراه اكتر من الرجال، علشان محتاجين هنا الكره كلها، اغلب كره محافظه الفيوم المراه، 80% المراه معيله، حتى اللي جوزها عايش معيله لان جوزها بيكون كبر في السن او دخله ضئيل جدا فبتضطر ان هي تساعده، فهنا شركه طيبه مفتوحه للمراه قبل الرجل. شكرا لحضرتك يا مهاجر. ومع
أعزائي المشاهدين، نعود مرة ثانية مع شباب عمال شركة طيبة بمحافظة الفيوم، هيعرفونا بنفسهم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. أحمد الشراوي. أهلا وسهلا بيكم. ما هو حضرتك شغالين في شركة طيبة؟ معلش احنا جايين متاخرين شويه وكله طالع من الشقه دلوقتي، وكله كان بدا يغير لبس الشغل ومروحين. انت بتشتغل ايه بقى هنا في شركه تيبا؟ انا مسؤول المخازن وتنظيم العماله برضه هنا مع الجماعه. كنا بنجهز دلوقتي زعتر. تمام. وشغالين ان شاء الله برضه زعتر وشيح، خضار وفاكهه واعشاب ونباتات طبيه كلها جميع يعني منتجاتها. معانا هنا برضو حوالي من 150-200 بنت شغالين كده للفرز بتاع البصل والثوم والبطاطس وكل الخضار والفاكهه اللي هو الباشمهندس بيطلبوا منا احنا بنوفرهم. انا شايفه هنا فئات مختلفه، سيدات وشباب ورجاله كبيره. موجود هنا بتاع مثلا 30 شاب شغالين هنا، وفي بقى برضو مسؤولين اللي هو الاداره، مهندسين برضو الجوده ومهندسين التحليلات والحاجات دي كلها موجودين كل معانا هنا. بس احنا كلنا برضه يعني خلاص كنا خلاص هنروح، يعني احنا بنخلص هنا حوالي الساعه. طالما خلعت اليونيفورم بتاعك اعرف ان انتم ماشيين على طول. كنا كلنا مروحين. معلش انا اخترتكم معايا وانتم ماشيين وكل واحد مسؤوليه. معانا شاب اخر هيعرفنا بنفسه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. عرفنا بنفسك. احمد الشراوي. هو حضرتك شغال هنا في شركه تيبا؟ شغال في شركه تيبا. شغال ايه هنا ماسك؟ مسؤول مهمات. يعني مسؤول مهمات يعني مسؤول عن مهمات هنا، مهام الشغل اللي هي الكراتين والحاجات دي، بجهز الكراتين بتاع الشغل اللي هي بتسافر بره يعني. اللي بتسافر بره. يعني هنا شركة طيبة فاتحة بيوت شباب وسيدات وفي أعمار مختلفة، كلكم يعني كلكم بتاكلوا هنا أحسن ما تسافروا أي مكان تاني. دي خارج داخل بلدكم يعني. طبعا. أيوه طبعا، جنبينا في نفس البلد وقريبة مننا، وبرضه يعني بنسترزق منها كلنا هنا. أكثر من 30-40 شاب زي ما ذكرت لحضرتك بياكلوا عيش، وفي بتاع حوالي 150 بنت 200 بنت برضه بياكلوا عيش. في ناس برضه مهندسين ومسؤولين كبار برضه اللي هم الاداره بتاعتنا احنا نفسها برضه. ده كلنا هنا كده اسره، كلنا مع بعضينا، والفضل والبركه كله يرجع للباشمهندس شعبان الشراوي والباشمهندس محمد الشراوي. برضه والفضل يرجع لشركه طيبه. برضه بنجهز عندنا هنا لمصنع صلصه ان شاء الله. بس عايزين بس يعني عايزين بس منحة معانا كده من وزارة الزراعة والناس كلها يعني الموافقات والحاجات اللي احنا واقفين عليها، عشان برضو احنا عايزين ناكل عيش ومش عايزين المكان يتقفل ولا المكان مثلا كل الناس ديت كده بتاكل عيش من نفس المكان. عايزين ربنا يسهل يعني كل الناس المسؤولة عن الأوراق وعن الكلام ده كله يسرعوا لنا يعني ويعجلوا لنا، لأن احنا عندنا معدات. وفعلا انا تمام، انا بضيف لكلامه فعلا. واحدة سيدة أم بنت هنا قالت إحنا هنا مطمنين على بناتنا، لأن لو سافروا أكتوبر أو سافروا أي مكان إحنا مش هنبقى مطمنين عليهم. وهي فعلا إحنا بنعتمد على الشركة في بناتنا إن هم بيجهزوا نفسهم. كانت زوجة أرملة وبتقول إن هي بنتها بتصرف عليهم حاليا لحد ما يجي لها ابن الحلال، زي ما قالت لي إن هي إيه هتجهز نفسها. فبتقول فعلا هنا مكان آمن لبناتنا، لان احنا مش هنطمن عليهم لا هم بعدوا وراحوا اكتوبر او راحوا اي مكان تاني. انا مني رساله بشكر الاستاذ شعبان والاستاذ محمد على فعلا ان هم يهتموا باهل بلدهم ويعملوا لهم شركه زي شركه طيبه، ان هي تجمع كل الفئات من مراه لشباب لكل الاعمار، ان هي فاتحه بيوت كتيره هنا. انا بشكره منه رساله مني من برنامج الحياه والواقع. احنا هنطلع دلوقتي وحضرتك هنختم الحلقه بتاعتنا من امام شركه طيبه. وبقول لكم انا اسفه ان انا عطلتكم، انا عارفه ان انا جايه في ميعاد متاخر. زي ما حضراتكم شايفين ان هم لبسهم الخروج مش لبس اليونيفورم بتاع الشغل، يعني هم كانوا ماشيين وانا اللي عطلتهم. نعود مره ثانيه. أعزائي المشاهدين، نموذج آخر يعرفنا بنفسه من الشباب. يعني أنا مش لاقية أصنفه بمحافظة الفيوم في النباتات برضو الطبية والعطرية، فعرفنا هو بنفسه ويقول لنا الجديد وإيه الفكر الجديد بتاعه اللي هو هيضيفه للنباتات الطبية والعطرية بمحافظة الفيوم. عرفنا بنفسك. أهلا وسهلا بحضرتك. عرفنا. محمد الشراوي، مدير التنفيذي للشركة.
اهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك ايه حضرتك الخطه القادمه ان انتوا تطوروا بيها زراعه مصنع النباتات الطبيه والعطريه؟ ما زي ما اتكلم الباشمهندس شعبان، احنا بنورد لشركات ادويه داخل مصر وبنصدر خارج مصر. الفكره جايه ان احنا نعمل مصنع مستخلصات طبيه. تمام. يعني الدوله بتستورد بكميات مبالغ كبيره جدا. تمام. طبعا حضرتك عارف ازمه الدولار اللي هي عالميا اصلا مش في مصر بس. تمام. فاحنا لو عملنا المصنع هنوفر الدولار اللي بنستورده وهنصدر، فهندخل يعني ناتج اكتر، يعني هنبقى هنوفر دولار وهندخل دولار للدوله. تمام. فدي الفكره الجايه ان شاء الله نعمل مصنع مستخلصات هيبقى جميع النباتات الطبيه باذن الله. في الفيوم مصنع زي دوله، ده حاجه جديده في الفيوم يعني؟ لا، مصنع مستخلص مفيش في الفيوم. يعني كان اول تجهيز تصدير بس. يعني ده اول مصنع يتعمل في الفيوم ان شاء الله؟ ان شاء الله. انا بتمنى لحضرتك يعني عشان تعمل مصنع زي ده في الفيوم هتبقى حاجه كويسه. انا فعلا بقول ان الفيوم ان شاء الله هتكون في المركز الاول في النباتات الطبيه والعطريه، وعايزين من حضرتك نبذه بسيطه تقولها لزمايلكم او كل اللي بيشتغل في النباتات الطبيه والعطريه. والله هو احنا بنتواصل مع بعض، ويعني ايد واحده، وفي الاول وفي الاخر المصلحه العامه اللي هي مصلحه الدوله، وان شاء الله مع الرئيس زي ما قلنا قبل كده برضه كتف في كتف مع الرئيس البلد اللي عليها الرئيس. طبعا. والساده المقصرين في حاجه معانا، وكلنا في الاول وفي الاخر بنجمع، وان شاء الله باذن الله الفيوم باذن الله تبقى فعلا زي ما حضرتك قلت عالميا مش محليا بس باذن الله، ونوصل المنتج المصري بايد المستهلك على مستوى العالم. ان شاء الله زي ما هو بيقول احنا كلنا بنحب مصر. فعلا حب مصر اللي جمعنا، وحب مصر اللي بيقربنا من الناس للشرفاء، الناس اللي عايزين يضيفوا حاجه للبلد دي اكيد يبقى بيحبوها. وفعلا انا سعيده بيهم جدا، وسعيده ان انا معاهم اليوم، لان انا كمان بحب مصر جدا وبحب بلدي جدا، فعشان كده انا اتشجعت ان انا اعمل حوار مع الشباب المشرف بمحافظه. طبعا مشاهدينا الكرام عرضنا لكم طبعا تقرير شامل كامل متكامل من أرض الواقع، من أرض الحدث، من المكان أو المشروع اللي اتكلمنا عليه أنا والزميلة فاطمة رمضان. طبعا عايزينها تبقى خضراء، دي مصر يا أولاد أم الدنيا. طبعا النهاردة عايزين نستغل الظهير الصحراوي، عايزين يكون في اكتر من مكان، اكتر من شركه تتعامل في هذا المنتجات الزراعيه زي شركه طيبه. عايزين يوجد اكتر من استفاده، لان طبعا المكان ده او الشركات اللي بهذا النوع من الفريد من نوعه طبعا دي بيكون ليها اكتر من استفاده. الاستفاده الاولى هي اطاحت فرصه عمل للشباب، يعني اكتر من 150 اسره يعتبر مصدر رزقهم، فده حاجة جميلة. النهاردة لما تيجي النساء اللي احنا شفناهم اهالينا الطيبين من ارامل ومطلقات وبنات بتجي او بتسعى على انها مثلا تكلف نفسها او تساعد اهلها في مشروع الزواج، حاجة جميلة. والاجمل كمان ان لما تكون الست اللي هي اللي طلعت اللي هي ام احمد ام هاجر لما بتتكلم بتقول ده انا حتى معايا طفلين شغالين معايا في قلب المكان، ده حاجه اجمل من يعني اجمل حاجه في الموضوع كمان كله، يعني حتى الطفل بنتح له فرصه عمل انه يشتغل، انه يساعد، انه يكون منتج، ما يكونش مثلا زي الاطفال اللي موجودين في القرى والمراكز او العشوائيات اللي هم ما لهمش الا اللعب والمشاكل والمشاكل. وطبعا لا، الطفل بيعتمد على نفسه. احنا عايزين يعني الجيل ده يطلع جيل واعد، يعني جيل واعي عارف هو بيعمل ايه، عارف انه طبعا يحافظ، عارف ان هو يساعد نفسه ويساعد اهله. طبعا ده هو ده شباب المستقبل اللي احنا بنحلم بيه، شباب جميل. فلذلك نتمنى من كل مسؤول انه يوفر ويتيح فرصه عمل ويساعد الناس المستثمرين او المصدرين او اللي فكر يعمل مشروع زي شركه طيبه سي ام شركه طيبه سي ام. تمام. طبعا هناخد مكالمه هاتفيه معانا المهندس الجميل المهندس شعبان. اهلا وسهلا بيك مهندس شعبان. الو. اهلا وسهلا دكتور صلاح.
اهلا بيك يا فندم المهندس شعبان. يعني النهارده التقرير يعني بسم الله ما شاء الله حضرتك، احنا شايفين حاجه جميله، شايفين النهارده اتاحت فرصه عمل، دي حاجه رائعه. والاجمل من اتاحت فرصه العمل الاطفال اللي موجودين في المكان. الله يبارك فيك. انا في البدايه بشكر معاليك واسره البرنامج والاستاذه فاطمه نبادل لك التحيه والمشاهدين جميعا في جميع انحاء مصر بيتفرج على البرنامج الجميل بتاعك، يعني انتم منورين الشاشه انت والاستاذه فاطمه. بصراحه ده حضرتك يعني الموضوع عجبنا جدا، موضوع رائع، موضوع جميل، يعني احنا عايزين حضرتك يعني نعرف. اتفضلي. احنا عايزين من حضرتك كلنا، انت صدرت كام دوله استاذ شعبان وعرف الساده المشاهدين وايه المنتجات اللي هي النباتات الطبيه والعطريه اللي انت صدرتها بره؟ يعني احنا شغالين في بابونج، زهرة بابونج وريحان وزعتر وبردقوش ونعناع وحلفبر، وشغالين في نباتات بعض انواع النباتات النادرة زي نبات الحنظل. صدرته فين وفين؟ لير اسوس، الخلة، الدمسيسة، حبة البركة، شغالين في حصلات زراعية عموما بشكل عام. المهندس يعني شعبان، هل بيتم تصدير المنتجات دي خارج مصر ولا حضرتك هي مختصرة في الجمهورية فقط لا غير؟ لا احنا بنصدر خارج مصر. جميل، رائع. بنصدر دول عربية ودول افريقية. نعم. بنصدر لدول اوروبية. نعم. اشتغلنا هولندا، بولندا، اشتغلنا المانيا برضو. اشتغلنا يعني اذا حضرتك صدرت روسيا. للاماكن دي كلها. دول عربية، السعودية، البحرين، الامارات. رائع. اشتغلنا الدول الافريقية برضو. نعم. اشتغلنا تنزانيا. الدولة لواندا. في دخول عملة صعبة كمان. طبعا في سابقة اعمال للشركه وشغالين يعني في حصلات زراعيه عموما، خضروات وفواكه واعشاب ونباتات طبيه وعطريه. تمام. احنا نتمنى النموذج بتاعك المشرف ان يكون في مثلك كثير في محافظه الفيوم، وان شاء الله يبقى في لقاءات اكيد في زيك كتير ونلقي برضو الضوء عليهم. بصراحه انت نموذج مشرف وبحييك يا استاذ شعبان. استاذ شعبان، مهندس ليك والاستاذ صلاح ولكل الساده المشاهدين، وان شاء الله في تواصل مستمر معاكم وباذن الله كلنا شرف الزياره باذن الله. نتكلم في مواضيع هامه ونحاول ان شاء الله على قدر المستطاع نرتقي يعني بالمنتج المصري بتوجيهات الساده المسؤولين. المهندس شعبان، حضرتك احنا اولا بنبادلك التحيه ونتمنى تشريفك في لقاء على الهواء مباشره، لان طبعا نتلقى بعض الاتصالات من الساده المشاهدين علشان حضرتك تقدر تجاوبهم او تقدر ترد عليهم على المنتج الجميل او على المشروع ككل. ان شاء الله باذن الله في الايام الجايه باذن الله. استاذ صلاح، من كلنا شرف الزياره مع معاليك باذن الله والاستاذ فاطمه. تنورنا يا فندم. طيب معلش حضرتك، عايزين نسألك سؤال، يعني بالنسبة للنباتات الطبية هل يتم استخدامها في العلاجات ولا هي حضرتك؟ لا، احنا المرحلة اللي قبل مرحلة التصنيع، يعني مرحلة التصنيع لابد يكون في موافقة وزارة الصحة على المنتجات، وبتتولاها طبعا مصانع قطاع عام او قطاع خاص، ولكن معها تراخيص بالمنتجات يعني. أنا بالنسبة لنا احنا المرحلة اللي هي قبل مرحلة التصنيع. احنا تجهيزات خامات الأعشاب أو النباتات اللي بتستخدم في المستحضرات الطبية أو العطرية، يعني احنا بنجهز مستخلصات. نعم. العملية اللي قبل كده اللي هي عملية الفرز والتجهيز وعملية النقاوة، يعني تجهيز المنتجات. احنا حلقة وصل ما بين المزارع أو الفلاح والمصانع اللي هي بتصنع الأدوية أو المستحضرات، كمان حلقه الوصل في الناس اللي بتستخدم المنتجات دي زي المحاصيل الثانيه اللي هي بتستخدم في الاكل وفي زي الخضروات والفواكه. عدد الاسر المستفاده عندك كام يا باشمهندس شعبان؟ او مشروبات سخنه، كل الحاجات دي باشمهندس شعبان سامعني؟ بره مصر وبنورد داخل مصر المصانع اللي بتشتغل في الاستخلاص نفسه. نعم باشمهندس شعبان سامعني؟ باشمهندس شعبان، الو، معاك يا استاذ صلاح. حضرتك عدد الاسر اللي موجوده عندك او عدد الموظفين الموجودين عندك الاساسيين او المؤقتين؟ اتكلمت انا مع الاستاذه فاطمه، احنا يعني عشان اوصلها للساده المشاهدين، هي المحطه محطه فرز من الحصلات الزراعيه. نعم. الشركه ليها اكتر من فرع، في فروع الشركه شغال طبعا في الاداره موظفين، عدد الموظفين يعني حوالي 30 او 25، يعني من 25 30 موظف. بنشكرك يا باشمهندس شعبان. المحطات بتاع الفرز ممكن يوصل لعدد في اوقات في المواسم لغايه 400 و500 عامل. نعم. يعني هو شبه دايم، ولكن هو مش دايم، هي بتسمى عماله مؤقته او عماله غير دايمه لانها بتبقى موسميه. اما في المعتاد هو في عماله باستمرار يعني اثناء فتره التشغيل والتجهيز.
لكن الاسر اللي بتشتغل معانا على طول يعني ممكن نقول مثلا متوسط 150-200 اسره، ولكن احيانا بقى في زياده العدد. يعني تتمنى يا استاذ شعبان ان في المصانع بدل ما بتصدروا بره، ان المصانع اللي هنا هي اللي تعمل الدواء او تعمل العطور من النباتات الطبيه والعطريه؟ معلش السؤال تاني يا استاذه فاطمه. تتمنى ان يكون في مصنع هنا في جمهوريه مصر العربيه؟ ان هو في مصانع فعلا موجوده في جمهوريه مصر العربيه، في مصانع قابضه شركات قطاع عام. نفسك في الفيوم يكون مصنع زي ده؟ تحديدا الفيوم، يعني هم يعني معظم شركات الفيوم شغاله يعني. نتمنى يا باشمهندس شعبان ان يكون في مصنع تصنيع عندكم في الفيوم، يعني ان شاء الله تعالى نتمنى ذلك. شكرا يا باشمهندس شعبان. شكرا المهندس شعبان من شركه طيبه. ناخد اتصال اخر. تمام. طبعا جبنا صاحب المكان تمام. ان احنا طبعا اتكلمنا علشان عرضنا طبعا عرضنا التقرير واتكلمنا على ارض الواقع، وهو طبعا كلامه على الهواء ده بمثابه اعتراف او مصداقيه لدى المشاهد المتلقي. هو فعلا نموذج مشار، وفي نماذج برضو كتيره. نعم. في الفيوم برضو مثل الاستاذ شعبان. أوه. في النباتات الطبيه والعطريه، وان شاء الله هيبقى في لقاءات معاهم، لان نفسنا الزراعه ترجع زي زمان. الفيوم كان كمان بتشتهر، اجمل مانجا كانت بتبقى في الفيوم. جال عفن الهبابي السنه اللي فاتت الحمد لله كان محصولها كويس جدا، السنه دي محصولها يعني معقول شويه. ففضل الزراعه ومجهود الزراعه قضوا على السنه اللي فاتت على العفن الهبابي. فعلا كان كلنا نازلين بقوتنا مكافحه من الوزاره ومن المديريه وكل المزارعين بنديلهم ازاي يكافحوا العفن الهبابي لحد ما السنه الماضيه مانجا رجعت فعلا لعرشها في الفيوم، وكميه مانجا كانت كثيره جدا، كان الشجر مش قادر يقف من المانجا. تمام. فبنتمنى في الفيوم برضو ترجع. كان عندنا المشمش البلدي نفسنا يرجع. أوه. من تاني. في التين الرمادي برضو نفسنا يرجع من تاني. هو فيه بس بسيط. نعم الفيوم كانت بتشتهر بكل. تمام. فاحنا نفسنا الفيوم ترجع، وكل مزارعين الفيوم اكيد سامعيني دلوقتي نفسنا يرجع التين لعرشه تاني، نفسنا يرجع التين لعرشه تاني، نفسنا كل الفواكه نفسنا ترجع كما كان، العنب ايوه كل الفاكهه بتاع الفيوم طبعا. هو النهارده يعني بعد الساده المشاهدين ومتابعينا الكرام، طبعا اللقاء النهارده اختلاف كل وجزئي. طبعا احنا في البدايه شكرنا محافظ الغربيه وشكرنا محافظ اسيوط، لان طبعا كنا اتكلمنا عن بعض المواضيع الهامه استاذه فاطمه طبعا عندهم. تمام. هناك. فطبعا بنشكر المسؤول اللي بيتم سرعه الاستجابه ولحل قضايا المواطنين وشايف مشاكلهم ايه وشايف وضعهم. فطبعا ده بنوجهه زي ما اتكلمنا على الموضوع وعلى المشكله على الهواء مباشره، طلعنا على الهواء مباشره وبنشكرهم. يعني احنا في اللقاء الخميس قبل الماضي كنا اتكلمنا عن مصنع يسبب امراض لدى المواطنين، فطبعا مشكورا محافظ اليوب توجه على الفور للمكان. تمام. هناخد مكالمه هاتفيه ثم نكمل موضوع الجميل موضوع الزراعه. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذ صلاح؟ اهلا بحضرتك، اهلا بيك. نتشرف بالاسم. الحاج بدوي. الحاج بدوي اهلا بيك، اهلا بيك يا اهل الفيوم، ردوا عليا. اهلا بيك. تحياتي لحضرتك والفريق الاعداد والبرنامج الجميل. نبادلك التحيه يا فندم، اتفضل يا حاج بدوي. حضرتك عندنا بس مشكله كده في منطقه اسمها الصيفيه الجديده. المنطقه دي فيها سرفيز مرخص خط 10. وهربان في خط 8. تمام. واحنا طبعا بنعاني من مشكله التكاتك هنا، والتكاتك هنا يعني بالنسبه للمنطقه هنا منطقه يعني التكاتك مش حلوه معانا، والحريم والناس والشغل والشرب والشغل. نعم. الهاليه دي بتاع التكاتك. تمام. والعربيات هو دي هو النهارده حاج بدوي يعني حضرتك حاج بدوي سمعني وطي التلفزيون بس واسمعني يا حاج بدوي يا حاج بدوي سمعني حضرتك كده؟ اسمعني معلش وطي التلفزيون واسمعني حضرتك. يعني ايه السرفيس خط 10 هربان في خط 8؟ يعني ايه هربان دي؟
يعني مثلا مغير رقم ولا ايه ده؟ سعادتك بيغير رقم من 10 بيخليه 8. يعني اذا بيتم تغيير الرقم. انا الهربان دي يعني هو ساب البلد وبيشتغل 8، بيجي معاه ترخيصه يروح المرور يرخص. يعني اذا وصلت يا حاج بدوي يافطه 8 ويشتغل 8. وصلت يا حاج بدوي، بنشكرك. شكرا يا حاج بدوي. طبعا الموضوع السرفيز طبعا اللي احنا فهمناه كده من الحاج بدوي انه من محافظة الفيوم من منطقة الصيفية، عندهم السرفيز اللي هو خط 10، مرخص خط 10 تقريبا. بيقول انه هربان يعني مغير من خط 10 لخط 8. يعني احنا النهاردة كنا هل المسافة دي اقل من دي يعني؟ عشان كده هربان انا مش فاهمة يعني. تمام. لا هو اكيد يعني ممكن يكون بسبب المسافه. طبعا من هنا نوجه نداء عاجل لمحافظ الفيوم ومدير اداره المواقف، نتمنى حل مشكله السرفيز خط 10 وخط 8 اللي اتكلم عليه الحاج او الاستاذ بدوي. شكرا يا استاذ بدوي، ونتمنى ايضا حل مشكله التكاتك. طبعا يا استاذه النهارده احنا عايزين يعني في عجاله كده طبعا نظرا لديك الوقت، قبل الختام عايزين نبذه كده سريعه للمشاريع العملاقه حتى نتيح فرصه عمل لدى الشباب والمواطنين. زي ما قلت لحضرتك هي كانت هي الاول الظهير الصحراوي ده، يا ريت نستغله للشباب ونزرعه زي ما قلت لحضرتك، اللي هي الشجره اللي هي الحموله اللي هي الجوجوبا اللي احنا اتكلمنا عليها. دي هي اللي موجوده حاليا. احنا نفسنا يبقى في مصانع اكتر في محافظه الفيوم، وفي غير الشباب عندنا مرأة معيله كتير قوي. فنفسنا ان المرأة المعيله دي حد يجي يدربها على ازاي تزرع على الاسطح، بدل ما هي حاطه مخلفات على السطح ممكن بيولع ممكن يعمل حريقه عندها. كان زمان بيستغلوه كوقود. دلوقتي ما فيش وقود، كله بيستخدم الغاز مع التكنولوجيا. يعني ممكن بعد كده حضرتك يستخدموا بدل الغاز ممكن يستخدموا عن طريق الانترنت. لا تمام. طبعا عايزين يبقى في تدريبات للمراه ان هي تستغل ان هي كل حته في بيتها. بدل انا بزعل لما اكون اي مراه ان هي تروح تشتري خضار او تشتري حاجه، لا اعملي أي في بيتك اي خضار اي حاجه عشان ما نعملش عبء بيبقى في المدن وفي الكرة. يعني ممكن المدن عشان شقه وضيقه والبلكونه صغيره، نعم في الكرة طبعاً في اماكن يعني. طبعا الزميله الاعلاميه فاطمه رمضان طبعا هي كانت غايبه عنا ثلاث اربع حلقات سابقين حلقتين طبعا حضرتك أدرى، ولكن انتظرونا في عدة لقاءات بإذن الله ثلاثة على شاشة الصحة والجمال كل خميس موجودين معاكم الساعة 10 مساء، والإعادة في نفس اليوم الساعة 2 صباحا. هنفتح عدة قضايا في أكتر من مكان، وشغلنا كله بالمستندات والأدلة. طبعا قلنا في البداية وبنقولها، كل موضوع او كل مشكله او كل قضيه هدفنا هو توصيل صوتك للمسؤول وحل موضوعك. لو عايزين اي نموذج مشرف برضو يتواصل معانا، واي حد عنده اي موضوع يعني يتواصل معانا على الارقام اللي موجوده على الشاشه. الفيوم وخارج الفيوم في نماذج مشرفه كتير ومحدش عارف من اي مكان احنا شغلنا عام على مستوى انحاء الجمهوريه. أعزائي المشاهدين شكرا لكم لحسن استماعكم، كنتم مع برنامج الحياة والواقع، نترككم في رعاية الله وأمنه، نلقاكم في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. كنتم مع برنامج الحياة والواقع صلاح السكري وفاطمة رمضان. شكرا لكم.